السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأوفياء متابعي قناة ألمنيوم تيسير، أهلا بكم معنا اليوم كذلك فيديو جديد. كذلك اليوم كنتواجدوا في مدينة الصخيرات إحدى المطبخ اللي ديجا ركبناه، كذلك المنظر الجميل. نخليكم مع هذا المطبخ اللون الرمادي، المطبخ المميز والرائع. السلام عليكم. المهم دابا بعد ما كبر الترودي وتحطوا لي زاكسيسوار يعني الاواني ديال المطبخ، غادي نخليكم مع المطبخ كيفاش جا. هنا كيف ما كتشوفوا الكيسه ديال الفوق، الا لاحظتوا ثلاثه ديال لي زيتاجير، ولي زيتاجير هما الالمنيوم الكرينات ريال سامبل، لي بواني هما الالمنيوم. وهنا الا لاحظتوا الترودي ما كثرناش فيها بزاف، حطينا غير هاد الموتيف اللي ركب هو الاخر، ولي بواني ديالو لي بواني اللي ولينا كنخدمو دابا بلا ما نحتاجو اننا نخدمو في الجاج، كتبقى الصوره مزيانه. ولي بواني هنا الالمنيوم يعني هي سامبل، لان في لا فيديو الجاي ان شاء الله غيفرض البروفيل في هذه السنه ديال 2021 غنحاولو نانيلو لي بواني، غنجرب واحد البروفيل جديد غتشوفو معنا ان شاء الله. كيف ما كتشوفو كيعطي جماليه اكثر. والفوق كذلك طاجيره وحده، وهنا باش تحط لابلاكا صوتي ثلاثة ديال الطبقات. الشارنير كذلك هيدروليك. بالنسبة للكوال هنايا فيه 60 على 60 سنتيم، ثلاثة ديال لي زيتاجير حتى هو. وهاد الكيسون اللي محطوط هنا علاش حطيناه ناقص؟ باش ما يعطيش، باش ما يضربش واحد في راسو، يعني السيدة في مطبخ تكون واقفة، تكون واقفة مرتاحة. تو كذلك درنا فيه طاجيره وحده على حساب لي زاكسيسوار اللي هما كبار. ولتحت الى لاحظتوا الخامرة جالاكسي اللي كنخدموا به ديما، اللي كتشوفوا معنا اللي عادي واحد اللون ذهبي. هنايا ثلاثه ديال لي كاسرولي اللي كنهضر لكم عليهم، كيف ما كتشوفوا هنا الالمنيوم التيشات هما هذو اللي زدنا عليهم. حاول تقرا معايا مزيان، اني هذوك التيشات اللي كانوا ديالهم درنا لهم التيشات الالمنيوم. وبالنسبه للطونديم بوكس غادي تشوفوا معنا الجديد ان شاء الله، هنا اللي غادي تكون بيس كلاس، غادي يكون كيبين باش تشوف شنو كاين في الكيس الداخل وما يطيحش لك. ولا لاحظتوا ملي كيعمروا كيعملوا هنا هذه ديال المعلق ديجا تعبار جوج مع المجر، يعني فيها ميلي من هنا وميلي من هنا، ديزا قد قد. وهنايا كيف ما كتشوفوا الاكسسوار اللي متميزه واللي كتعطي واحد الجماليه للمطبخ، دوفاس تستعمل قوش تستعمل دروا. وهنايا جيت لابلاك، خلينا داكشي الفوق غلفنا الارض، لي زاكسيسوار لي بون كبار، لان عندنا واحد لانستر سويت الماء، لي زيتاجير كاينه داخل. دخل معايا لوكوا هو لي تسيبارا. وهنايا ثلاثه ديال لي كاسرولي، نفس كاسرولي لي هما طونديم بوكس. غير هو الالمنيوم، واخا هو الالمنيوم مقابل الماء، احسن حاجه ان الجهه ديال اللي فيها كيكون تكون ميزان باش معمر الماء ينزل على البيبان وهادي باش يبقى نقي. لان لا كوزين كندخل مع البراد شي كوزينات كنبغي نصورهم مثلا راكب واحد المده ديال العالم ولا هادي كنلقاه مكرفسي، بزاف الكوزينات بغيت نصورهم كانت مكرفسي لان الماء كينزل على البيبان، الا نزل ما على البيبان راه يتكرفسوا من بعد. هاد لابروس اللي كتشوفوا معنا هنا هادي ما خصهاش يقيسها الماء، لان هادي هي اللي كتخلي الباب ما كيتسمعش هذاك الصوت ديالو فاش كيدخل شي واحد ولا، يعني الماء كل ما بعد من اي حاجه كيبقى يوصل الماء بزاف، خصوصا هاد لي شارنير. هاد لي شارنير راهم اينوكس، ولكن الرصو ديال الداخل راه كيكون حديد، الميكانيزم ديالو ملي كيوصلوا الماء كيطلق الصدى من بعد. هادشي راه كنشرحوا العديد من المرات. والداخل لي زيتاجير لي فيت الماء الا لاحظتوا اللور ديالو بقى باش لا وقعت شي حاجه، كلشي باين، الارض هي كذلك مغلفه. وهنا لي ماشين بقات في لوكو، يعني الرخامة لا كويزين كلها إلا لاحظتو البلوديلا فيها جوج رخامات، تلاقية جات هنا الوسط ودوبيني اللي كنت واصل كنهضر ليكم عليه هو هذا،
100 ديمونس تقريبا 200 ديمونس كيعطي جمال ديال الماء. وبالنسبه للافاس الثانيه بقى خاصها الثلاجه، غادي تحط الثلاجه حبار. الافاس الثانيه كيف ما كتشوفوا حطينا فيها هاد الاكسسوار اللي قسمناه على جوج. وبالنسبه لهاد السكات قرب معايا، هاد السكات هادو راه كيكونوا مزيانين والصح ديالهم هيدروليك، يعني احسن ما كاين فيها السكات اللي خدامين بهم، ولكن ما كيبغوش يوصلوا للماء. اذا وصلوا للماء كيسد، يكونوا كنحاولوا ما امكن اننا نبعدوا الاكسسوارات اللي قرب الماء نبعدوهم. هاد الشيء غادي نحاول نتكلم عليه لان كيوقع لنا بعض التغييرات. الا لاحظتوا الهيدروليك ديال الشبكه مزيان، وهنا الفوق هذا بقى ديال البلاطوات يعني مزيان. هذه حيت بعض المرات كلنا الشكل ديال الكوزينه وكيفاش كنخدموا كل كوزينه وكيفاش كنحطوا لها الديزاين ديالها، يعني دير ديزاين هسه. بعض المرات كيكون عندنا هذا ديال البلاطوات، بعض المرات ما كنلقاوش البلاصه فين نديرو كيخسرنا الديزاين. وهذا اكسسوار اللي هذا كاسو اللي هو كبير عفوا، بروفوندور ديالو 66 قسمناه حتى هو. والحاجه اللي هي متميزه هي هاد لاموار اللي درنا له الزاج والالومنيوم، هو كذلك بروفوندور ديالو 65 سنتي، يعني كتشوفوا شحال الاواني اللي راه عامر بهم. ولتحت باقي بلاصه هذا الميكرون حتى هو غيتبدل ان شاء الله. هو راه راكب كاستري في بلاصه ودير له جوج بيسات فيس كوش فيس كرمال جا شي وليد صغير بغا يجرب باش ما يطيحش عليه. خاصو اوبيجي فيزا. ولتحت جوج ديال الكاسرولين، يعني عندنا 3 في 3 6 وجوج 8 ديال لي كاسرولي في لاكوزين كامله مهمين بزاف. الا لاحظتوا الومنيوم وفينين بالسيليكون من الداخل، يعني لاكوزين فاش كتسالي التفينة راه كتعطي عاوتاني واحد الجمالية. وفينيسيو هو أهم شيء واخا كيكون صعيب شوية. وهنا خلينا هذا الشطابة الانسبيراتور شي حاجة كيف ما كتشوفوا في مواد التنظيف، يعني دابا ديالو تقريبا بقات في ديك متر وعشرة. والفوق ديالو كذلك إلا لاحظتو راه باقي ليسباس في المطبخ، واخا صاحبة المطبخ حطات كل الأواني اللي عندها. ما توقعتش ان المساحات بقاو كيف ما كتشوفوا، باقيين تقريبا شي 5 ديال الطبقات اللي هما خاويين. والفوق الى لاحظتوا درنا الديغرادي بالنوار ولي سبوت، 3 ديال لي سبوت وفوق منهم هذيك الديكوراتيف، يعني عطات واحد الجماليه. وهذه كنديروها على حساب اذا كان لاكوزين فيها العلو، دائما خصنا نحتاجو 40 سنتيم باش نبقاو كيفاش نفيكسيو. هنا هذا بقى الشوفو، الشوفو جا معزه بوحدو تا هو درنا له الكاش في نفس اللون ديال لاكوزين، من هنا يعطي الجماليه من ان الشوفو يبقى لداخل. محتاجين شي حاجه راه كنحلو غير الباب، غير هو خصو اوبليجي يبقى منفس من تحت ومن الفوق.